الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في المحاضرة الثانية لهذا الفصل الصيفي المبارك، والله نسأل التوفيق والسداد لنا ولكم. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن فضائل القرآن، ثم بعد ذلك تكلمنا عن سند الإمام حفص ونبذة عن الإمام حفص الكوفي شيخنا رحمه الله تعالى. وفي هذا اليوم المبارك سنتكلم عن التجويد، ثم سنشرع بالكلام عن اللحن الجلي والخفي، ثم بعد ذلك نتكلم عن الاستعادة والبسملة في هذا اللقاء المبارك. التجويد في اللغة هو التحسين، جود الشيء من إجادة، أجاده إجادة يعني حسنه تحسينا. واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه، وأن يعطى الحرف الحق الذي له، وأن يعطى مستحق لهذا الحرف. يعني إذا أعطيت الحرف حقه ومستحقه أنت نفذت الأمر الاصطلاحي ووفيت الحرف حقه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا اصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاءه حقه ومستحقه من أحكام التلاوة. أو ممكن أنه نعرف التجويد إخراج كل حرف من مخرجه متصفا بصفاته. إذا لو أجى السؤال هذا الكلام اصطلاحا فمنقول التجويد، لو أجى هذه الجزئية أيضا بكون إيش؟ التجويد. يعني كلاهما صواب في المصطلح عندما يجي سؤال على المدن إن شاء الله. إذا لغة واصطلاحا عرفنا التجويد. ما هو حق الحرف؟ الحرف قلنا أن له حق ومستحق. حق الحرف أن تخرجه من مخرجه ثم أن يتصف بصفاته اللازمة. هناك صفات لازمة وصفات عارضة. حق الحرف أن يأخذ صفاته اللازمة، أن يأخذ صفات لازمة له كالجهر صفة لازمة، والشدة صفة لازمة، والاستعلاء والغنة، هذه الصفات لازمة للحرف، بمعنى لازمة أي لا تنفك عن الحرف، لا يمكن يأتي الحرف بدون هذه الصفات، هي في إيش؟ جسم هذا الحرف. هذه تعتبر صفات لازمة، هذا هو حق الحرف. أما مستحق الحرف فهي الصفات العارضة التي تنشأ عن الصفات اللازمة، مثل التفخيم. التفخيم من مستحق الحرف، نشأ عن صفة الاستعلاء التي هي حق الحرف. إذن الاستعلاء حق الحرف، الذي ينشأ عن الاستعلاء وهو التفخيم نقول عنه مستحق الحرف. هذا الحرف له حق ومستحق. أيضا لابد أن نعلم أن التجويد ينقسم إلى قسمين، القسم العلمي اللي هو النظري، شرح أمر نظري. أما القسم العملي فهو التطبيق العملي لتلاوة آيات القرآن الكريم. التجويد العملي العلمي هو معرفة قواعد وأحكام علم التجويد، يعني بتعرف أنه هذه غنة، هذه مد، هذه تفخيم، هذه ترقيق. الأمر النظري هذا كله أمر علمي، معرفة قواعد وأحكام علم التجويد الموجودة في كتب التجويد والتي استنبطت من الأمر التطبيقي من خلال التطبيق، استنبط علماؤنا الأفاضل هذا الأمر العلمي. إذن التجويد العلمي اسمه النظري، يعني علوم نظرية، علوم نظرية لسه ما دخلت حيز إيش؟ التنفيذ على الواقع. أما حكم هذا التجويد العلمي والنظري هذا فرض كفاية، فرض كفاية على المسلمين. ماذا يعني فرض كفاية؟ فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني إحنا في قطاع غزة لو شيخ عالم يعني عنده أحكام التلاوة والتجويد هذا يسقط الإثم عن الباقين، لكن لو قطاع غزة خال من عالم في أحكام التلاوة والتجويد قطاع غزة كله آثم. إذن الذي يزيل الإثم عن الباقين هذا الشيخ، هذا العالم، اسمه عندنا في علم الشرع فرض كفاية. إذن فرض الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، إيش اللي بده يسقط؟ الإثم. هذا كله إيش؟ التجويد العملي واجب
العملي حكمه واجب عيني على كل قارئ، لكن العلمي النظري، النظري تطبيق يعني النظري هذا فرض كفاية. إذا هذا التجويد العملي. إذا التجويد العملي واجب عين، فرض عين على كل مسلم يكون عنده تجويد عملي يقرأ القرآن بطريقة صحيحة. دليل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. رتل فعل أمر، الله عز وجل بيّن هنا مصدر ترتيلا، مصدر لفعل الأمر رتل، رتل ترتيلا، هذا دليل على إيش؟ الوجوب. رتل وأردفه بفعل بالمصدر اللي هو مفعول مطلق، هذا يدلل على وجوب يعني قراءة القرآن بطريقة صحيحة. إذن الأمر في الآية للوجوب كما هو في الأصل، ما لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب هذا أمر ثاني إحنا مش هنركز عليه. اللي أنا بدي إياه من الطلاب أن يعلموا أن الدليل من القرآن على التجويد العملي، التجويد العملي التطبيقي، الآية ورتل القرآن ترتيلا. لو أجى سؤال متعدد يعني الدليل على التجويد العملي التطبيقي، هل الآية رتل القرآن ترتيلا؟ أيضا الله سبحانه وتعالى امتدح ناس لما قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هذا مدح، هذا دليل على وجوب عينية التلاوة وأن يكون واجب عيني فرض عين أن يقرأ القرآن المسلم بطريقة صحيحة. إذن يفهم من الآية ذم الذين لا يتلون كتاب الله بطريقة صحيحة. إذن الدليل من القرآن على الوجوب العملي على التجويد العملي التطبيقي، دليل القرآن رتل القرآن ترتيلا والذين آتيناهم الكتاب، هاتان آيتان فيهما الدليل على الوجوب العيني. أيضا من السنة، إذن الأدلة على التجويد العملي التطبيقي أولا من القرآن ثم ثانيا من السنة. من السنة رواية ابن مسعود عندما كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كلمة الفقراء ما مدها، جاء بها مرسلة للفقراء والمساكين، فأنكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه التلاوة فقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل بيقول وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، كيف النبي قرأك هذه الآية؟ فقرأ ابن مسعود للفقراء، جاء بالمد المتصل اللي أقله أربع حركات، المد المتصل يعني مد كلمة الفقراء، وهذا دليل من السنة على وجوب تلاوة القرآن بطريقة صحيحة. أيضا من الإجماع عندنا دليل من القرآن ودليل من السنة. أما الإجماع فنقل غير واحد من علماء التجويد، يعني كثر الذين نقلوا، غير واحد يعني كثر. إجماع الأمة هذا الدليل، أجمعت الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا على وجوب قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد المعروفة لدينا. إذن دليل من القرآن ورتل القرآن ترتيلا أو الذين أتيناهم الكتاب، دليل من السنة ما رواه ابن مسعود للفقراء والذي قرأها الرجل وأنكر عليه، ودليل الإجماع بتقول أجمعت الأمة على وجوب التلاوة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ثلاثة أدلة على التجويد العملي. التجويد النظري قلنا هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. دليل التجويد النظري فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا دليل على الوجوب التوفيقي يعني فرض كفاية، فرض كفاية على التجويد النظري لعلم التجويد. إذن التجويد ينقسم إلى قسمين، تجويد نظري علمي دليله،
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا دليل على التجويد النظري العلمي. أما التجويد العملي ثلاثة أدلة: من القرآن ورتل القرآن ترتيلا، من السنة رواية ابن مسعود، ومن الإجماع ما أجمعت عليه الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مراتب التلاوة موضوع جديد. التلاوة لها ثلاثة مراتب باعتبار السرعة، المراتب يعني سرعة القراءة، فالتحقيق مرتبة والتدوير مرتبة والحذر مرتبة، ثلاثة مراتب للتلاوة يجمعها، انتبه أيها الطالب، يجمعها الترتيل. الترتيل يجمع يعني بدخل التحقيق والتدوير والحذر، كلها الثلاثة مراتب اسمها الترتيل. ما هو التحقيق في المصطلح؟ التحقيق إذا أعطيت الحرف حقه ومستحقه وبينت الحروف وأخرجت المخارج بالطريقة الصحيحة من سكت وترسل وتودة، يعني ورعيت الوقف والابتداء، فهذا اسمه تحقيق. قراءة يعني بالترسل والتمهل، نبذت الحروف نبذا كما قالت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قراءة التحقيق، يعني على مهلك ثم تعطي الحرف أحكامه وتعطي الحرف مخرجه من مكانه، فهذه اسمها قراءة التحقيق وهي مرتبة للتعليم مهمة. الحذر أن تدرج القراءة، يعني سرعة القراءة وتحقيق الأحكام مع مراعاة يعني الزمن وتلاوة الآيات بطريقة الأحكام، يعني تقرأ القراءة بطريقة أقل سرعة من التحقيق ثم تنتبه للأحكام بحيث أنه ما تذهب منك الأحكام مع مراعاة سرعة القراءة، وهي هذه تستخدم الحذر لقراءة التراويح أو عند تسميع الأجزاء أو ليش القرآن كاملا لطلبة ليش القرآن الحافظين. أما التدوير هو التوسط، التدوير حالة بين التحقيق والحذر، يعني المختار عند أكثر الأداء لإمامة الصلوات وما شابه ذلك، فالتدوير هو حالة وسط، لا هو تحقيق ولا هو حذر. هذه ثلاث مراتب تسمى كلها الثلاث مراتب تسمى ترتيل. نأتي إلى موضوع يعني جديد وأيضا سهل، اللحن. اللحن في اللغة هو الخطأ، الميل، إذا خطأ لحالها صح، الميل صح، الميل عن الصواب للانحراف، هذه كلها أي كلمة منها في التعريف اللغوي صحيح. اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يعني الظاهر، لحن جلي يعني لحن ظاهر، وفي الاصطلاح خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة. الطالب ركز، أنا بتكلم عن اللحن الجلي. في الاصطلاح اللحن الجلي للصح والخطأ ولا الاختيار المتعدد في المدن، اللحن الجلي في الاصطلاح يؤثر الخطأ، بيأثر على عرف القراءة ومبنى الكلمة. إذا أثر الخطأ على عرف القراءة ومبنى الكلمة بكون إيش؟ جلي. كمان مرة، اللحن الجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة ومبنى الكلمة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، يعني ممكن يخل بالمعنى وممكن لا يخل بالمعنى. إذا أخل بالمعنى لحن جلي، إذا لم يخل بالمعنى برضو لحن جلي، إذا توفر الركنين عرف القراءة ومبنى الكلمة. وهذا اللحن الجلي يكون في الكلمات ويكون في الحروف ويكون في الحركات والسكنات. كمان مرة، اللحن الجلي وين مكانه ممكن يكون خطأ، الخطأ ممكن يطرأ على الكلمات ويصير جلي، وممكن في الحروف ويكون اللحن جلي، وممكن يكون في الحركات ويكون اللحن جليا، وممكن يكون في السكنات ويكون اللحن جليا أيضا. مثال، إذا قلنا إن الله غفور رحيم، الآية تقول إن الله غفور رحيم، لو قلنا إن الله والله بدل إن والله غفور حليم،
لو قلنا والله غفور حليم بدل إن الله غفور رحيم، إذن هنا خطأ في إن، هذا لحن جلي، وخطأ في رحيم بدل حليم. لو بدلنا رحيم بدل حليم هذا لحن جلي، ولو بدلنا إن بدل الواو هذا لحن جلي. إذن هذا اللحن يكون بزيادة أو نقصان. إذا زودت إشي غير موجود في القرآن هذا لحن جلي، إذا نقصت شيئا غير موجود في القرآن هذا لحن جلي أيضا. هذا مثاله في الكلمات. في الحروف مثلا من الذي يقول الذي، لو قلت الذي واحد قال ثم قال ثم، هذا أيضا لحن في الحروف. في الحركات كتسكين المتحرك أو تحريك الساكن، لو واحد قال صراط الذين أنعمت أنعمتي، هذا في الحروف والحركات والسكنات، هذا اسمه أيضا لحن جلي. هذا بالنسبة للحن الجلي. ما هو حكم اللحن الجلي؟ يأثم، هذا مهم جدا في اللي أسئلة المدل صح وغلط واختيار متعدد. حكم الجلي، يأثم القارئ بفعله. إذا لحنت لحنا جليا هذا يترتب عليه إثم. يأثم القارئ بفعله إن تعمد أو تساهل، هذا لحن جلي. إذا تعمد أو تساهل يأثم، ويجب عليه أن أيضا في كل الأحوال أن يقرأ القرآن بطريقة صحيحة. اللحن الخفي خطأ يطرأ على عرف القراءة، هناك عرف القراءة ومبنى الكلمة، هنا خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة لكن لا يخل بمبنى الكلمة. الجلي عرف ومبنى يخل، اللحن الخفي يخل بمبنى مثل ترك الغنة والإدغام أو قصر المد وما شابه ذلك. اللحن الخفي ينقسم قسمين إلى بسيط وشديد. بسيط الخفاء يعرفه العامة، أما حكم اللحن البسيط يأثم القارئ لحن خفي بسيط، يأثم القارئ إن تعمد أو تساهل مثل اللحن الجلي. وبعض العلماء قال اللحن البسيط، اللحن الخفي البسيط حكمه للكراهة ولا يأثم فيه، هذا بالنسبة للحن الخفي البسيط. طيب لحن خفي شديد، هذا يعرفه الخاصة، الذي يعرف الشديد الخفاء بدو علماء متخصصين مثل زيادة المدود زيادة خفيفة أو زيادة الغنن، هذا بدها إيش يعني تخصص، ويعني مثل كلمة هم إذا أجدت الضمة أو يعني أنقصت من حقها. وحكم الشديد الخفاء لا يأثم فاعله، شديد الخفاء لا يأثم فاعله، ولكن ينبغي أيضا أن يجتهد القارئ في تجنبه. سنشرع بعد ذلك في الاستعادة والبسملة إن شاء الله.